معاونة فعالة وكان ليها مفعول هايل جدا في السنتين اللي فاتوا. سنتين كانوا من نوع خاص وموسمين كانوا من نوع خاص. انتوا اللي ساعدتونا ان الموسمين دول ينجحوا، ونتمنى ان شاء الله رب العالمين ان المساعدة دي تكون في الموسم ده برضو، لان انا شايف ان الموسم ده اصعب من الاثنين اللي فاتوا، وعندي اسبابي ويمكن انتوا كلكم حاسين بيها. احنا نتمنى ان الدوري العام يبدا القسم الاول، احنا هنبدا، ولازم معاونتكم لينا تبقى اكتر من المواسم اللي فاتت. معاونتكم لينا بالالتزام في الملعب، بالالتزام من اللعيبه، بالالتزام من الاجهزه، علشان كلنا ننجح مع بعض، لان احنا جايين عمل تطوعي لخدمه كل الناس دي بتشتغل هنا. انتوا ساعدتونا ونجحتوا المواسم اللي فاتت. المنطقه هنا كانت كل العاملين في المنطقه كان ليهم دور هايل. الناس دي كانت بتقعد لغايه الصبح في المنطقه عشان تشتغل، عشان تطلع الكارنيهات، وكانوا بيروحوا